إذن عن أزمة الخريجين والمحاضرين المجانين في العراق وتجاهل الحكومة مطالبهم وسط تفاقم الأوضاع المعيشية والبطالة في البلاد، ينضم إلينا عبر الهاتف من بغداد الكاتب والصحفي العراقي عادل الجبوري. أستاذ عادل، مرحبا بكم. يعني قوات مكافحة الشغب تعتدي على الخريجين التربويين الذين تظاهروا أمام المنطقة الخضراء، ولكن السؤال المطروح، لماذا تصر السلطات في العراق على اتباع هذا النهج العنفي ضد مثل هذه الاحتجاجات السلمية والتي تطالب يعني المطلبية التي تنطلق من شريحة مهمة بالمجتمع العراقي؟ ما سبب في ذلك أستاذ عادل؟ أهلا وسهلا بكم ومشاهدي قناة الراشدين. أهلا بك. الحقيقة بعد 2003 ولحد الآن غاب التخطيط للمدروس للخريجين والمدخلات والمخرجات، فبدأ بفتح الكليات الأهلية وفتح الكليات الحكومية لكن دون تخطيط لمستقبل الخريجين. فالخريج اليوم يبحث عن عمل بأي مكان، لا يستطيع أن يجد عمل، لذلك فقد يأس الخريجين من وعود الحكومة التي تأتي إليهم كل يوم، ومن رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي الذي يوعد الخريجين بأن يقوم بتعيينهم لكن دون جدوى ويكذب عليهم ويدلس عليهم. وهذا السبب بدأ الخريجين أنه يروحون إلى مجالات أخرى في تهريب المخدرات والعمل المخدرات، وماذا يعرفون هذه الحكومة ماذا يعملون، لأنه لم يكن بين رجال دولة يفكرون بمستقبل هؤلاء الشباب. لذلك قدم اليوم الشباب على شاب على الانتحار في محافظة المثنى لحرق نفسه لعله يحصل الباقين على العمل. وكل ما اللي تقدر تستخدم الحكومة هو العنف ضد الشباب، وهذا ما حصل اليوم في البوابة في المنطقة الخضراء قرب جسر المعلبات، حيث قامت قوات الشغب بضرب أطلاب الخريجين الذين يبحثون عن عمل بدل طمأنتهم إلى وجود تعيين في الموازنة القادمة. لكن نشوف كل موازنة تأتي لا يوجد فيها تعيين، والتعيين يصير الأحزاب السياسية فقط. من يعاصر هذا الحزب يعين، أما الخريج الذي لا يعين في اليوم بالعراق. لكن لا. أستاذ عادل، ما الذي يمنع السلطات الحكومية من أن تحتوي هذه التظاهرات وتلبي مطالب الخريجين لا سيما المحاضرون المجانيون، في ظل طبعا هناك حاجة ماسة للكوادر في القطاع التعليمي، وهذا ما أكدته مديريات التربية لا سيما في بغداد مثلا؟ ما الذي يمنع السلطات من احتواء المتظاهرين؟ يعني احتواء المتظاهرين يعني بس الوعود، لكن الوعود هي كلها وعود كذابة. الوعود الكذابة اللي يستطيع الدولة إلى الخريجين تجعل الخريجين يعني يوميا يخرجون بمظاهرات ضد السلطة، وبدل أن تحتويهم في مواعدتهم بالتعيين نشوف أنه يتم قمعهم، وهذا حيخلي انفجار في الشارع إضافة إلى الانفجارات الأخرى، وإضافة إلى ما يحتويه الشارع العراقي اليوم من أزمات في الحالة الاقتصادية والحالة المعيشية للمواطن الذي يشعر أنه ما بقى على عيش في هذه الدولة. ولكن أستاذ عادل، الأحزاب التي فازت بالانتخابات وعدت الشباب بتوظيفهم وتأمين فرص لهم، ما مدى جدية هذه الوعود؟ هل استخدمتهم الكتل السياسية كورقة دعائية مثلا أستاذ عادل؟ هذه الوعود كلها وعود كذابة، وهذا ما حدث اليوم أنه الوقف السني أنهى عقد 25 ألف متعاقد وياه تم تعيينهم من قبل النواب قبل الانتخابات. النواب قبل الانتخابات وفي التعاين الانتخابية استخدموهم ورقة وقاموا بتعيينهم بعقود في الوقف السني 25 ألف واحد متعاقد. اليوم صدر القرار من رئيس الوقف السني بإنهاء عقودهم، يعني لن يجري تعيينهم سوى أشهر. لذلك استخدموهم النواب كورقة لغرض الفوز في الانتخابات فقط. أستاذ عادل،
هناك محاولة خريج ونحن نأسف لذلك في محافظة المثنى حاول إحراق نفسه، هل يمكن أن تكون تظاهرات الخريجين بداية شرارة جديدة لغضب شعبي جديدة، لا سيما أن ثورة تشرين قد بدأت بتظاهرات للخريجين أيضا؟ ثورة تشرين مستمرة ولن تنتهي. نعم. ولذلك فالشارع هو واقف على أوضة الاستعداد لأن يستقبل أي إشارة، وهذا ما صار اليوم في محافظة المثنى أنه شاب يريد يحرق نفسه في سبيل أن يحصل الباقين على العمل. واعتقد انه هذه الشراره الاولى التي ستكون في محافظه نيسان او محافظه المثنى لبدء الثوره وبدايه ثوره تشرين مره ثانيه على ما قامت به هذه الحكومات المتعاقبه ولحد الان من فشل الى فشل اخر في الدوله العراقيه. من بغداد الكاتب والصحفي العراقي عادل الجبوري، شكرا جزيلا لكم.